السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي، أهلا ومرحبا بكم في درس جديد بعنوان الممنوع من الصرف، وهنتناول النهاردة الجزء الأول منه. بداية كده تعالى نفهم يعني إيه الممنوع من الصرف. أول حاجة، أنا عندي الاسم بينقسم لنوعين، يا إما اسم مصروف يا إما اسم ممنوع من الصرف. اسم مصروف يعني اسم يلحق آخره التنوين، يبقى اسم مصروف يعني اسم يلحق آخره التنوين، زي لما أقول لك كده اشتريت كتابا، فكتابا هنا دي مفعول به، ولما جيت أضبط الاسم بتاعي بدأت اللي أنا أحط له تنوين بالفتح، تمام؟ ده كده بقول عليه اسم مصروف، يعني بياخد تنوين في الآخر لو كان نكرة. طيب، أما الاسم الممنوع من الصرف لا يلحق آخره التنوين، زي لما أقول لك أضأت مصابيح كثيرة، مصابيح هنا مع إنها مفعول به بس أنا ما أعطيتهاش تنوين بالفتح. طب ليه؟ لان الكلمه بتاعتي لا تاخذ تنوين لانها ممنوعه من الصرف، تمام كده؟ يبقى كلمه ممنوع من الصرف يعني ممنوع من التنوين، دي كده المقصود بكلمه ممنوع من الصرف. طب يا ترى بيمنع الاسم من الصرف امتى؟ ايه اسباب منعه من الصرف؟ قال لك الاسم الممنوع من الصرف بينقسم الى نوعين، يا اما ممنوع من الصرف لسبب واحد يا اما ممنوع من الصرف لسببين. طب تعالى كده بداية نعرف يعني ايه ممنوع من الصرف لسبب واحد ويعني ايه ممنوع من الصرف لسببين. سبب واحد ده الدرس بتاعنا النهاردة، ممنوع من الصرف لسببين، يا اما هيكون علم ومعاه سبب تاني او يكون صفة ومعاه سبب تاني، عشان كده قلت سببين، تمام؟ تعالى بقى نبدأ مع بعض الدرس بتاعي اللي هو ممنوع من الصرف لسبب واحد. يلا بينا اعزائي الطلاب نعرف الممنوع من الصرف لسبب واحد. اول حاجه ان هو بيمنع من الصرف لسبب واحد، اما ان يكون صيغه منتهى الجموع، يبقى اول سبب ان هو يكون صيغه منتهى الجموع. طب هو ايضا يمنع من الصرف، ممكن يكون ايه؟ عباره عن اسم منتهى بالف التانيث الممدوده. طب سبب اخر لمنعه من الصرف، قال الاسم المنتهى بالف التانيث المقصوره، يبقى هو بيمنع من الصرف لسبب واحد، اما ان يكون صيغه منتهى الجموع او الف تانيث ممدوده او الف تانيث مكسور. طب يلا بينا. اول حاجه بيقول لي صيغه منتهى الجموع، يعني ايه صيغه منتهى الجموع؟ قال لي هي كل جمع تكسير، يبقى اول حاجه بدايه كده انا هحط ايدي على جمع الايه؟ التكسير. طب اي جمع تكسير؟ قال لك لا، لابد ان يكون هذا جمع تكسير فيه الف زائده. طب الالف الزائده دي بعدها حرفان او ثلاثه، ولابد ان يكون اوسطها ساكن، يبقى صيغه منتهى الجموع هي عباره عن كل جمع تكسير فيه الف زائده، يبقى لابد ان تكون جمع تكسير فيه الف ايه؟ زائده، بياتي بعدها حرفان او ثلاثه، ولابد ان يكون اذا كانت ثلاثه احرف لابد ان تكون اوسطها حرف ساكن. طب زي ايه؟ شايف كلمه مساجد؟ اولا كده دي بدايه دي جمع تكسير، طب ثالث حرف فيها الف، بعديها ايه؟ حرفين، طالما ان هي جمع تكسير وفي ثالثها الف زائده وبعدها حرفين فهي تمنع من الصرف. وممكن الاقي عندي زي كلمه مصابيح، طب لاحظ كده دي جمع تكسير، طبعا هو مش ضروري يبقى تالت حرف فيها الف، بس المهم ان الالف اللي فيها زائده، تمام؟ طيب بعد الالف بتاعتي في كلمه مصابيح ثلاث حروف، تعال نبص بقى الثلاث حروف بتوعي اوسطها اللي هو تاني حرف في الثلاث حروف دول ساكن ولا لا؟ طيب مصابيح لقيته ساكن، في الحاله دي بقول انها صيغه منتهى الجموع، يبقى صيغه منتهى الجموع هي كل جمع تكسير فيه الف زائده بعد الالف دي هلاقي حرفين او ثلاثه احرف، بس ثلاثه احرف اوسطها ساكن. طب لو لقيت اوسط الثلاث حروف دول متحرك هيبقى بالنسبه لي مصروف مش ممنوع من الصرف، زي كلمه اباطره وعباقره، هتلاحظ عباقره را 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 الراء هنا مفتوحه، ففي الحاله دي كلمه عباقره واباطره كلمات مصروفه، لان بعد الالف ثلاثه احرف بس اوسطها هنا ماله متحرك. حدد سبب منع الكلمات من الصرف، هدي كلمات دلوقتي وهتقول لي هي سببها ليه ان هي ممنوعه من الصرف. كلمه فوائد مفاتيح، لو بصيت عندي كده هتلاقي ان هذه الكلمات هي صيغه منتهى الجموع، لهذا فهي تمنع من الصرف. طيب تاني نوع عندي من الممنوع من الصرف الاسم المنتهي بألف التأنيث الممدودة، ولازم تكون عندي زائدة يعني مش أصلية في الكلمة. طيب ألف التأنيث الممدودة دي عبارة عن إيه؟ يعني أنا أعرف أدققيها إزاي في الكلمات وأنا بدور عليها؟ قال لك هي كل اسم معرب آخره همزة قبلها ألف زائدة، يعني اسم معرب ماشي من الأسماء عادي جدا بس في الآخر هلاقي ألف وإيه؟ وهمزة، بس الألف والهمزة دول مالهم؟ زائدتين. طيب زي كلمة صحراء، زي كلمة علماء، بصوا أنا بقول إيه؟ صحراء صحراء،
وراها الالف والهمزه زائده على اصل الكلمه. علماء اصل الكلمه ايه؟ علماء، وراها الالف والهمزه زائده على اصل الكلمه، يبقى لازم تكون الالف والهمزه دي بالنسبه لي زائده على عن اصل الايه؟ الكلمه. طب لو اصليه، لو اصليه خلاص تبقى بالنسبه لي مصروفه. هو في كلمات فيها الالف والهمزه ممكن الالف تبقى اصليه؟ اه ممكن الالف تبقى اصليه، زي كلمه مثلا بناء، بناء هنا الالف فيها اصليه، زي كلمه سماء هنا الالف دي اصليه، فبناء وسماء كده تبقى ممنوع من صرف ولا مصروفه؟ لا تبقى مصروفه، يبقى لازم تكون الالف والهمزه زائده، لازم الالف بتاعتي تكون مالها زائده عن اصل الكلمه. طب يلا بينا ننتقل كده الى سبب اخر لمنع هذه الكلمات من الصرف، بس قبل ما نقوله تعالوا مع بعض نشوف سؤال المتفوقين. حدد سبب منع الكلمات من الصرف، هدي كلمات وتقولي ايه سبب منعها من الصرف. كلمة حدائق وكلمة اصدقاء، واحنا مستنيين تعليقاتكم واجاباتكم في التعليقات على الفيديو. تعالى كده بداية نشوف السبب الثالث، الاسم المنتهي بألف تأنيث المقصورة. ألف تأنيث المقصورة دي عبارة عن إيه؟ الألف اللي أنت بتقول عليها كده ألف لينة في الآخر، بس تكون مالها برضو زائدة، ماشي؟ هي ألف ما قبلها مفتوح، تمام؟ دي ألف التأنيث المقصورة، يبقى هي عبارة عن ألف ما قبلها مفتوح، وألف التأنيث المقصورة دي اللي أنت بتقول عليها ألف إيه؟ ألف لينة، تمام؟ زي كلمة كبرى، زي كلمة دعوة، زي كلمة عليا، تمام؟ الكلمات ديت عندي هي ألف وما قبلها مفتوح وزيادة عن أصل الكلمة، يعني كبرى أصلها كبرى، دعوة دعا، عليا على، فهنا الألف اللي عندي دي ألف زائدة، ألف تأنيث مقصورة مالها زائدة. أكمل بممنوع من الصرف، يلا بينا. يتصف الرجل بنقط كثيرة، أنا مطلوب مني هنا إن أنا أحط كلمة ممنوعة من الصرف، يا ترى ممكن نقول إيه؟ يتصف الرجل، أيوة كده، بمبادئ كثيرة. كلمة مبادئ هي صيغة منتهى الجموع وبعديها حرفين، إحنا زي ما إحنا ما قلنا هي صيغة منتهى الجموع، يبقى إذن تمنع من الإيه؟ من الصرف، لأنها فيها ألف زائدة وجاء بعدها حرفين، لهذا السبب تمنع هذه الكلمة من الصرف. دلوقتي معايا سؤال للمتفوقين، السؤال بيقول لي حدد سبب منع الكلمات من الصرف. تعال نشوف الكلمات مع بعض، اول كلمه فقراء، تاني كلمه دنيا، تالت كلمه تلاميذ. طبعا احنا مستنيين اجاباتكم في التعليقات على الفيديو بتاعنا، وبكده نبقى خلصنا الدرس بتاعنا، والى ان نلقاكم في الجزء الثاني من الممنوع من الصرف، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.